wasiirka wasaaradda maaliyadda Soomaaliland Cabdi Axiis Maxamed Soomaali ayaa iska fogaayay inuu ka dambeeyo xadigii lagu la kacay Sheikh Maxamuud Cabdullaahi Geele oo in ka badan 30 maalmood maxkamad la'aan ugu xidhan saldhiga dhexe ee magaalada Hargeysa wasiir Soomaali waxa uu sheegay inaanu ku lug lahayn xadiga wadaadkaas warna aanu u hayn halka uu ku xidhan yahay iyo waxa uu u xidhan yahay toona warbaahintana uu ka maqlay eedayntaasi waxana hadalladii wasiirka ka mid ahaa محكمة اللي جيه ما نوين ما نشكتي والله يقتل بلي يقتل شريت كم مخلي شريت بشيء ما يو عده وكسر يتحي تاوركا ما نش شيخ أكو أركي ولا جو أشكتي ما لا جو إنه إمك عليا هي إلا سيدا هي والله يقتل بلي يقتل ما لا جو عليني أنا نوين واحد لكن ما نكتر كتب بقف كلا صور دحمة يا أو تطب صور دحمة يا ما كانوا تي سياسة السومال هو سكعانه هاش أقفكو يعني كل سياسة كل صعدة سيعنو قاعد يطلع ده كذا كذا لكن ما هنكن سبده ويا لانو كميال وح قفك بين آدم كأقرا سبده ويا لانو كميال وح قوقراني لانو كميال سبده ويا لانو هذا ذوق قرطه وما ذوق قرطه وما ده نص جابين إذا هذا نص قلبنا وما ده كتير وما ده روح دارس ما كان عيبين تاين على عدس أنا قلت تي وح وين ما أركو والله وصي ده العاو ما كقف dhinaca kale wasiirku waxa uu gaashaanka ku dhuftay inuu ka mid yahay urur diimeedka Al-Isla sidoo kale waxa uu carabaabay inaanu gabi ahaanba gacan saar la lahayn wax urur diimeeda waa kan wasiir Soomaali oo ka jawaabay su'aasha muranka badan dhalisay waxaanu waxay lagu sheegay markaa doon tuugayn waa tuug lagu yiri ilaahay ma koobay inaan tuugayn ummaduna ay koobtay inaan tuugayn hadalka noocaasi waxba ku yeeli maayo marka lagu sheego urur xajida midna oo de shabaab oo kale lagu sheego ilaahay ma koobay inaan ogtahay متغنى واحد عشرة سفر في 2006 كان خو مري مريكنكا إيهيو سؤالها أو جب بدن يدرك إنه ويدين إذا صحيح سديري أنا وجوابي أو مدة كان عيني سو أو مدة خنتي أكل سوني بدن مركا يعني ضدك أي نمط سياسة ده سكو هاي نقول الله ما ينزل الصومالية أي مثلا ضدك ما لحظة ويدد دين كله جايين وحكيت جوابك لو جوابك إذا ضدك الحين كانوا كوفي سكونا أقول تاك هذا ترى خنتي تاسك عليه وحنتها هذا كاك قبيح أنا كشخصي دي عبد عزيز تخصص كيف ما هذا الدين تهود سدي ده بقى تخصص كيف دوس اللي حصلة دوس السرعة وحكة بحاي دوس السرعة برا تام عدد الله فرا كبحاي كن بعد سدي ده دين تصير بعشرة لام برتايد وامرتايد هونتي أقول وأنا كفانا يا الحمد لله رب العالمين وحصلة يا هاي هونتي تاسي أقول أنت الدين تقول يا رهاي وتوح بدمك تارك كتا إذاك كنا في كتا إيكاسر هزين كتا wasiirka oo xafiiskiisa ku booqdeen xubna kamida warbaahintu si ay su'aalo uga weydiiyaan xaaladda wasaaradda hankiisa siyaasadeed iyo eedeymaha loo soo jeediyo ayaa waxa uu wasiirku soo dhaweeyay booqashada warbaahinta gabi ahaana waxa uu si habsamiye uga jawaabay su'aalihii tirada badnaa ay ku qarqiyeen saxaafadu سونان أنا جويت نادلوك تبعدين قافلين ما لحين صوب الله تاني لكرو أنا وزير دمانتها السهرين والوين أضنتها وأنا صور وين دمانتين على ميديا